كل عام وانتم بخير، خريستوس انستي. هنتكلم عن تاريخ العقيدة المسيحية، وقبل ما نتكلم عن تاريخ العقيدة المسيحية بيلزمنا أن نتعرف أولا على الأجواء الفكرية اللي ظهرت فيها هذه العقيدة، ولا سيما في كنيسة الإسكندرية، وهو ما يعنينا بالمقام الأول. تتلخص هذه الأجواء الفكرية في أهم 3 نقاط، وهي الفلسفة الوثنية، ولا سيما الأفلاطونية، ممثلة في مدرسة الإسكندرية الوثنية، ثم التأثير اليهودي على المسيحية الناشئة بسبب وجود أكبر جالية يهودية في العالم آنئذ في مدينة الإسكندرية. والنقطة الثالثة هي الفلسفة الغنوصية كواحدة من أعظم الحركات الفكرية الفلسفية التي شهدها التاريخ الإنساني. هنتكلم أولا عن مدرسة الإسكندرية الوثنية عشان نتعرف على الأجواء اللي ظهرت فيها المسيحية. حازت الإسكندرية شهرة واسعة منذ القديم كمركز للعلم، فمتحف الإسكندرية اللي شيده بطليموس الأول في القرن الرابع قبل الميلاد، وصار مركزا أكاديميا عملاقا للبحث وناديا فكريا للصفوة، حتى إن بعض الأباطرة الرومان مثل الإمبراطور كلوديوس والإمبراطور أدريان أو هادريان كانوا يفدون إليه لإلقاء المحاضرات ويشاركون في المناظرات في نفس هذا الزمن تقريبا. تم تشييد مكتبة الإسكندرية الكبرى لتخدم رواد المتحف اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي، وبالمقارنة مع المكتبات الأخرى في هذه العصور القديمة كانت مكتبة الإسكندرية مذهلة في اتساعها. أعداد المراجع المحفوظة فيها كان ضخم جدا. بعض الكتاب القدامى قالوا إنها كانت تحوي ما بين 400,000 إلى 700,000 من لفائف البردي، إلا أن الإحصائيات الحديثة بترى أن هذا الرقم مبالغا فيه، وأن المكتبة لم تكن تحوي سوى عشرات الآلاف من البرديات فحسب. لكن ده مش بيقلل من حقيقة أن مكتبة الإسكندرية القديمة كانت بكل المقاييس أعجوبة زمنها. ونظرا لاتساع حجم المكتبة، فقد تم إقامة فرع آخر لها في مكان آخر بالمدينة في منطقة اسمها السرابيوم، وفيه المعبد الذي كرس للإله سرابيس، وهو من أشهر آلهة المصريين. وحتى اليوم فإن زوار بقايا السرابيوم
يقدروا يشوفوا الطاقات الكثيرة الموجودة في الحائط القديم الموجود حتى اليوم. وربما كانت هذه الطاقات تستخدم لوضع الكتب فيها. فواضح أن الإسكندرية تمتعت وإلى زمن طويل بشهرتها العالمية كمركز يفد إليه العلماء لطلب الآداب والعلوم. اشتهر من بين هؤلاء العلماء كاليماكوس أبولونيوس اللي من رودس في مجال الشعر، إقليدس، أرشميدس وغيرهما في مجال الحساب والطبيعة والميكانيكا والجغرافيا والطب. مع نهاية العصر البطلمي انحصر العلم في المتحف في العلوم الفلسفية، وورثت مدرسة الإسكندرية الوثنية الفلسفة عن أثينا وحلت محلها. وخلال الفترة من القرن الأول الميلادي وحتى الثاني الميلادي أصبحت الفلسفة الأفلاطونية منتشرة وشائعة في كلا الدوائر الفكرية والشعبية على حد سواء. يعني أصبحت الفلسفة الأفلاطونية شائعة ومنتشرة سواء عند العامة من الناس أو عند المفكرين. هذه الروح الفلسفية صار لها تأثير عميق على اللاهوتيين المسيحيين اللي عاشوا وعملوا في الإسكندرية. ده بيبين لنا في البداية كيف ظهرت المسيحية في وسط هذا الفكر الفلسفي المتقدم جدا، ولكنه فكر فلسفي وثني. التأثير الآخر أو الجو الآخر اللي ظهرت فيه المسيحية كان تأثير يهودي على كنيسة مصر في مستهل نشأتها. من المعروف أن الإسكندرية كانت موطن أكبر جالية يهودية في العالم القديم، ومن هذه الجالية خرج المبشرون المسيحيون الأوائل ليكرزوا بالمسيحية في أرجاء مصر، حتى أن المسيحيين الأوائل في مصر نظر إليهم كيهود أو كجماعة متميزة مستقلة ذات عقائد خاصة. في عالم اسمه كولين روبرتس، وده عالم معاصر ومتخصص في دراسة البرديات، بيقول أن أقدم الوثائق المسيحية في مصر في تلك الفترة المبكرة لا يمكن تمييزها عن نظيرتها اليهودية، ولذلك لا يمكننا أن ننكر التأثير اليهودي على كنيسة مصر، ولا سيما في مستهل نشأتها. فقد وصلت المسيحية إلى مصر عن طريق فلسطين بشكل متأثر كثيرا باليهودية. هذه حقيقة لا نزاع عليها.
نتقابل مع وصف لشكل ومضمون المسيحية في نشأتها المبكرة في مصر، زي ما بيحكيها لنا كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري كتب تاريخ للكنيسة في 10 كتب، بدءا من تجسد الكلمة وحتى سنة 324 ميلادية، وهو العمل اللي بسببه نال لقب أبو التاريخ الكنسي. فيوسابيوس القيصري بينقل عن وصف فيلو الفيلسوف اليهودي، وده عاش لحد سنة 50 ميلادية، في كتابه حياة التأمل أو في المتضرعين. فيلو اليهودي بيتكلم عن جماعة من الأتقياء بيسميهم نساك مصر أو عباد مصر، بيقول بأنهم انتشروا في كل مدرياتها ولا سيما في نواحي الإسكندرية. وبعد ما بيوصف حياتهم النسكية وبيوتهم اللي خصصوا فيها مكانا مقدسا للصلاة دعوه مقدسا، بيتكلم عن أماكن اجتماعاتهم اللي انتشرت في أماكن كثيرة، وعن الأغاني والترانيم اللي ألفوها ليرتلوها لله في اجتماعاتهم بكل أنواع الأوزان. وبرغم كل ما يذكره فيلو عنهم إلا إنه لا يدعوهم مسيحيين، ولكن الأوصاف التي يطلقها عليهم ترجح أنهم كانوا مسيحيين، كما يؤيد ذلك يوسابيوس القيصري. فيقول يوسابيوس القيصري نقلا عن فيلو أي الفيلسوف اليهودي، بيقول: يبدو أنهم كانوا من أصل عبراني، لذلك كانوا يراعون معظم عوائد الأقدمين حسب طريقة اليهود. والمرجح جدا أن مؤلفات القدماء اللي بيقول إنها كانت عندهم هي الأناجيل وكتابات الرسل، وربما تفسير بعض النبوات القديمة. والكثير من رسائل القديس بولس والعادات التي لا نزال نراعيها إلى اليوم، ولا سيما تلك التي نجريها في عيد آلام المخلص، وده أقدم عيد ورد ذكره عن الكنيسة المسيحية الناشئة في مصر، عيد آلام المخلص اللي هو عيد القيامة، ولا سيما تلك التي نجريها في عيد آلام المخلص مع الصوم وسهر الليل ودرس الكلمة الإلهية. هذه الأمور رواها المؤلف المشار إليه في كتابه. ده يوسابيوس القيصري يعني بيقول أن هذه الأمور رواها المؤلف اللي هو فيلو المشار إليه في كتابه اللي احنا ذكرناه منذ قليل، اللي هو اسمه حياة التأمل أو في المتضرعين. دي واحدة من أهم الإشارات المبكرة عن وجود جماعات مسيحية في مصر من أصل يهودي، بمعنى إن هم
يهود قبلوا المسيح، يهود صاروا مسيحيين، وكان من أشهر هذه الجماعات جماعة الثيرابيوتا اللي عاشت حول بحيرة مريوط بعد أن تحول أعضاؤها من اليهودية إلى المسيحية إثر أحداث يوم الخمسين في أورشليم وعظة القديس بطرس الرسول في هذا اليوم. إذا اتكلمنا دلوقتي طبعا باختصار، لأن دي موضوعات مطولة جدا، أن الفكر الوثني اللي تبنته مدرسة الإسكندرية الوثنية اللي ورثت الفلسفة عن أثينا صار فكرا عميقا قويا لا يستهان به. تخرج من تحت هذا الفكر علماء وفلاسفة وظل سائدا في الإسكندرية حتى منتصف القرن السابع الميلادي زي ما قلنا. الجو الفكري الآخر هو آثار اليهود الذين قبلوا المسيحية، ولم يكن من السهل إن هم يستغنوا عن عوائدهم وممارساتهم وعقائدهم اليهودية، لأن ده أمر ما كانش قليل. هؤلاء اليهود اللي قبلوا المسيحية وسكنوا في الإسكندرية ولا سيما في منطقة بحيرة مريوط كان لهم تأثير قوي على الفكر العقيدي للكنيسة المسيحية في مصر. التأثير الثالث هو الفلسفة الغنوصية كواحدة من أعظم الحركات الفلسفية التي شهدها التاريخ الإنساني. كلمة غنوسية جاية من الكلمة اليونانية جنوسيس أي المعرفة، فالغنوسية هي مجموعة عقائد متداخلة ظهرت بوضوح في شكلها المسيحي في القرن الثاني الميلادي، وكانت بمثابة أول اختبار حقيقي لأهمية دور مدرسة الإسكندرية اللاهوتية في مواجهة أعنف حركة فلسفية واجهتها. يعني المسيحية لما بدأت تظهر في مصر لم تظهر في أجواء فكرية بسيطة، لكن كانت الأجواء الفكرية المنتشرة في هذا الوقت في غاية القوة، في غاية العمق. وإن كانت الغنوصية قد أخذت كثيرا من الأشكال، لكنها اتفقت كلها على ريادة معلميها الأوائل، وهم باسيليدس أول وأكبر معلم غنوصي في الإسكندرية سنة 140 ميلادية، وكان ينتسب إلى كنيسة الإسكندرية. يعني الخطورة فين؟ إنه هو مسيحي بينتسب إلى كنيسة الإسكندرية، ولكنه
يدين بالفلسفة الغنوصية، وبعده بقليل جاء فلنتينوس أقوى معلمي الغنوصية، والذي لم يلبث أن غادر الإسكندرية إلى روما، وكاد ينجح أن يكون أسقف لروما ما بين سنة 160 و170 ميلادية. وهناك أيضا ماركيون الذي ولد في ممفيس بمصر، وأيضا كاربوكراتوس وأبولوس، دي أشهر أسماء معلمي الغنوصية: باسيليدس، فالنتينوس، ماركيون، كاربوكراتوس، أبولوس. ولقد ثبت لدى العلماء الآن أن أصول المسيحية الغنوصية، لاحظوا كلمة المسيحية الغنوصية، هو الفكر الذي كان قائما بالفعل آنئذ في الأوساط الوثنية. ثبت لدى العلماء أن أصول المسيحية الغنوصية هو الفكر الذي كان قائما بالفعل آنئذ في الأوساط الوثنية. وفي المسيحية ظهرت هذه الحركة في البداية كمدرسة أو كمدارس فكرية داخل الكنيسة، وما لبثت أن استقرت في كافة مراكز المسيحية المعروفة آنئذ. وفي غضون نهاية القرن الثاني الميلادي وضح أن الغنوصية أصبحت شيع مستقلة في فكرها عن فكر الكنيسة. نهاية القرن الثاني، إن كانت الغنوصية بتعتمد على الفلسفة الفكرية، فإن مصدر هذه المعرفة الخاصة كان بحسب اعتقادهم إما من الرسل الذين عن طريقهم كان التقليد السري غير المكتوب، أو الإلهام المباشر الذي يعطى لمؤسسي هذه الشيعة. استخدمت وفسرت أسفار العهد القديم وكثير من أسفار العهد الجديد بواسطة أكبر هذه الشيعة. كان محور التفسير هو شخصية يسوع، ولكن اعتمادا على عدة نقاط أساسية تختلف اختلافا بينا عن التعليم الأصيل للكنيسة. أما المدافعون الأساسيون عن الكنيسة ضد الغنوصية، فكان منهم القديس إيريناوس والعلامة ترتليان وهيبوليتوس الروماني، وهم دول أكدوا على السمات الوثنية للغنوصية، وركزوا في دفاعهم على أن تفسير الأسفار المقدسة يجب أن يكون نابعاً من تقليد الكنيسة الذي سلم من معلم إلى معلم، رجوعا إلى الآباء الرسل أنفسهم. بيؤكد بعض العلماء الألمان
على أن الغنوصية كمذهب فلسفي عرفت قبل المسيحية، وأن الشيع اليهودية قبل المسيحية أمدت الأفكار الغنوصية بتربة خصبة لنموها، وأن بعض اليهود المتكلمين باليونانية أمثال فيلو قد حاولوا أن يشرحوا إيمانهم في مصطلحات فلسفية يونانية. ده بيبين لنا إزاي الأمور معقدة إلى هذا الحد. تداخل بين أفكار وثنية ويهودية وغنوصية، والمطلوب أن يكرز بالمسيحية في هذه الأجواء شديدة التعقيد. لقد ظلت الغنوصية في أشكال مختلفة لبضعة قرون، أما شيعة المانيين اللي أسسها ماني الفارسي في القرن الثالث الميلادي فقد انتشرت حتى وصلت إلى تركستان، وبقت فيها لحد القرن الـ13 الميلادي. أحد هذه الشيع الغنوصية اللي بتتسمى The Mandans لا زالت باقية حتى اليوم فيما بين النهرين. ده بيبين لك صلابة وقوة الفكر الغنوصي اللي كان يصعب تمييزه في البدايات الأولى عن الفكر المسيحي الصحيح إلا بالالتجاء إلى آباء الكنيسة رجوعا إلى الرسل. في خضم معركة الإيمان التي حدثت في القرن الرابع الميلادي بسبب هرطقة أريوس، وجدت الغنوصية فرصتها السانحة وجوها الخصب لتدخل هي الأخرى ميدان التسابق في تحديد المفهومات الإيمانية والشروحات الإنجيلية، وانتشرت حتى وصلت إلى إسبانيا على يد ماركيون المارق الذي كان من مواليد ممفيس بمصر. لقد دخلت الدراسات الغنوصية مرحلة جديدة بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من النصوص القبطية قرب نجع حمادي في صعيد مصر سنة 1945 ميلادية، بتحوي أكثر من 40 بحث مستقل، وكل هذه البحوث مترجمة عن أصول يونانية لكنها تحوي سمات غنوصية على درجات. من بين هذه الكتابات حاجة اسمها إنجيل الحق ومقال عن القيامة، وإن ما بين ما جذب الانتباه في هذه الكتابات أكثر من غيره هو إنجيل توما. يعني بالاختصار، بتعد اكتشافات نجع حمادي من أهم الاكتشافات اللي ألقت ضوءاً جديداً على أصول الغنوصية، على الرغم من أن كثيراً من التفصيلات الخاصة بهذا الموضوع لا تزال غير واضحة. لحد دلوقتي احنا بنتكلم عن الأجواء الفكرية التي ظهرت فيها المسيحية كديانة ناشئة، وبيبان من الكلام
قد إيه أن الأمور لم تكن بسيطة، لكن كان مطلوب أن تنتشر المسيحية بين فلسفات متأصلة، سواء كانت وثنية أو يهودية أو غنوصية. فبيجي سؤال، هل كانت كنيسة الإسكندرية الناشئة واقعة تحت تأثير الغنوصية؟ بيهتني في التاريخ المبكر للكنيسة المسيحية في مصر في القرنين الأول والثاني للميلاد غموض شديد بسبب ندرة الشواهد، إذ أن أقدم الوثائق البردية المكتشفة في مصر والتي تعود إلى القرن الثاني الميلادي لا تستطيع أن تمدنا بأي أحداث مفيدة عن تاريخ كنيسة مصر قبل القرن الثالث الميلادي. ولذلك اتجه كثير من العلماء ولا سيما العالم الألماني فالتر باور إلى القول بأن نوع المسيحية المبكرة في مصر كان هرطوقيا وبالتحديد غنوصيا، وأن المسيحية الصحيحة لم تجد لها قدما في مصر إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. كمل كلامه بيقول: لذلك وجد مسيحي مصر في الأجيال التالية مبررا لإخفاء هرطقتهم الغنوصية في القرن الأول الميلادي، وذلك بتجاهل تاريخهم في هذا القرن الأول كلية. لذلك لا توجد أي وثائق تتكلم عن المسيحية في مصر في هذا الوقت المبكر جدا من تاريخ. ده كلام العالم الألماني فالتر باور. وبيكمل يقول إن صمت المصادر المبكرة عن الإفصاح عن أي تفاصيل عن العشرة بطاركة الأوائل بعد القديس مرقس الرسول سبب هذا الصمت نابع من حقيقة أنهم لم يكونوا مدافعين أكفاء عن المسيحية خلال تلك الفترة المبكرة من تاريخها، وأن الطابع المسيطر على المسيحية المبكرة في كنيسة مصر هو الطابع الغنوصي، والذي اعتبرته الكنيسة الجامعة فيما بعد هرطوقيا، وأن الدليل على عدم أرثوذكسية الكنيسة القبطية في القرنين الأول والثاني للميلاد هو العثور على أناجيل غنوصية قديمة في مصر، خصوصا إنجيل المصريين وإنجيل العبرانيين، وهما الإنجيلان اللذان بحسب رأي بالتر باور يمثلان شكلا للمسيحية فيها قبل انتقالها إلى الأرثوذكسية. ويكمل يقول أن الإيمان الأرثوذكسي قد تثبت في كنيسة الإسكندرية نحو نهاية القرن الثاني الميلادي في حبرية البطريرك ديمتريوس. ففي هذا الوقت عينه بدأ الأدب الغنوصي المبكر أن يتقلص ويضعف، وهو ذات الوقت الذي بدأ فيه تدوين تاريخ الكنيسة المسيحية في مصر.
الكلام اللي قاله فالتر باور ده ظل معروف عند كل علماء الكنيسة عموما إلى وقت متأخر جدا، يعني لحد أوائل القرن العشرين للميلاد، لحد الثلث الأول من القرن العشرين للميلاد. وفي الحقيقة إن كان تأثير اليهودية على الغنوصية قويا، فليس من اللازم أن يكون تأثير اليهودية على كنيسة مصر الناشئة قد صار في هذا الاتجاه، أي في نفس الاتجاه الغنوصي، لأنه يجب أن نعرف أن كنيسة الإسكندرية التي تأسست قريبة من أورشليم وفي تفاعل مباشر مع مدينة بيسميها المؤرخ الألماني ليتزمان مركز الإنتاج الروحي الغزير في إسرائيل، لابد أن تكون هذه المدينة قد تركت بصمة على تاريخ المسيحية لا يمكن أن تمحوها القرون التالية. ومن ثم لا يجب أن نأخذ بالقول بوجود تأثير يهودي غنوصي على كنيسة مصر، يعني بمعنى أوضح إن كان هناك تأثير يهودي على كنيسة مصر في مستهل نشأتها، إلا أنه لم يكن تأثير يهودي غنوصي عليها. ومن ثم فليس صحيحا ما يقوله بعض العلماء بأن المسيحية في مصر في بواكيرها الأولى قد نشأت وسط محيط من تأثيرات يهودية غنوصية، ولكن الصحيح هو أن كنيسة الإسكندرية ظلت حافظة لتقليد نادر لكنيسة أرثوذكسية تحيط بها شيع هرطوقية ذات صبغة يهودية غنوصية، ولكنها لم تتأثر بها. إيه اللي بيثبت اللي أنا بقوله ده دلوقتي؟ هذا يثبت الوثائق البردية التي وجدت في مصر والتي عثر عليها العالم كولين روبرتس ونشرها في كتابه الشهير المجتمع والعقيدة في بواكير المسيحية في مصر. الكتاب اللي هو نشره كولين روبرتس سنة 1979 ميلادية أثبت خطأ نظرية فالتر باور، وأن الكنيسة المسيحية في مصر لم تكن غنوصية، ولكنها كانت صحيحة المعتقد في وسط هرطقات يهودية غنوصية، ولكنها لم تتأثر بها. لكن ده لا يلغي حقيقة أن المسيحية في كنيسة مصر قد تأثرت باليهودية في بعض ممارساتها، وده موضوع آخر. فممكن نقول أنها تأثرت باليهودية ولكن ليس باليهودية الغنوصية. في هذه الأجواء الفكرية اللي اتكلمنا عنها دلوقتي ظهرت المسيحية، وكان عليها أن تواجه هذه الموجات الفكرية العاتية، وكان لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية واللي عرفت باسم مدرسة الموعوظين في الإسكندرية
كان لها الدور الرائد في هذا المجال. في هذه الأجواء كانت مدرسة الموعوظين من إسكندرية هي اللي عليها إنها تحمل راية التبشير والكرازة بالمسيح في هذه الأجواء الفكرية المعقدة. كان على المسيحيين الذين يعيشون في الإسكندرية واللي نشأوا في ظل مكتبة الإسكندرية والعلوم الفلسفية، كان عليهم وبسرعة أن يطوروا معاهد التعليم الخاصة بهم. في الحقيقة فإنه في العصور القديمة اشتهرت بالفعل كنيسة الإسكندرية من خلال معهدها اللاهوتي اللي اشتهر باسم مدرسة الموعوظين، وأيضا بسبب الثقافة الرفيعة لمعلميها اللي برعوا في شرح أسفار الكتاب المقدس وفي العلوم الفلسفية أيضا. صارت مدرسة الإسكندرية المسيحية أول مدرسة لاهوتية في العالم المسيحي قاطبة، تدرس فيها العلوم الدينية إلى جانب العلوم الدنيوية أيضا كالطب والهندسة والموسيقى والفنون والرياضيات والفلسفة، لكي تنافس مدرسة الإسكندرية الوثنية التي ورثت الفلسفة عن أثينا وحلت محلها. ده بيخلينا نتكلم شوية عن مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. الجذور الأولى لنشأة مدرسة الموعوظين في الإسكندرية يصعب اصتداحها بشكل قاطع، ولكن يوسبيوس القيصري حاول أن يورد أسماء المديرين الأوائل لهذه المدرسة، فأورد 3 أسماء منهم، وهم بانتينوس وهو فيلسوف لاهوتي تهذب بفلسفة الرواقيين، وكانت له مجموعة كتابات فقدت كلها. وبعد بانتينوس جه كليماندس السكندري، والذي يذكر أنه مدين في كتاباته لمعلمه بانتينوس. المعلم الثالث في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية هو العلامة أوريجانوس، أحد تلاميذ كليماندس السكندري، صار مديرا لمدرسة الإسكندرية سنة 202. رجال في غاية المقدرة والغيرة نحو الإلهيات. بانتينوس، كليماندس السكندري، أوريجانوس. الملفت للنظر هو أن أوريجانوس لم يذكر كليماندس بالاسم ولا مرة واحدة في أي من كتاباته الموجودة لدينا، في حين أنه بيذكر بانتينوس في إحدى رسائله التي وصلتنا عن طريق يوسبيوس القيصري. ربما بسبب عدم موافقة أوريجانوس على استخدام كليماندس لاصطلاح الغنوسي في كتاباته، أو ربما بسبب عدم رغبة أوريجانوس في الانحياز لكليماندس بخصوص ما يقوله في غير صالح ديمتريوس أسقف الإسكندرية، أو ربما لوجهات النظر المتباينة
بينهما بخصوص موضوع الاستشهاد. عاش أوريجانوس حياة النسك ساهرا الليالي الطويلة في دراسة الأسفار الإلهية، واستمر يعلم الإلهيات في الإسكندرية ليلا ونهارا لكل من يأتي إليه، مكرسا كل أوقات فراغه بلا انقطاع للدراسات الدينية ولتعليم تلاميذه، بل إن عددا غير قليل من أبرز الفلاسفة تلقوا التعليم على يديه، لا في الأمور الدينية فحسب، بل وأيضا في الفلسفة العالمية. أوريجانوس كان يؤمن أنه من الضروري أن يصير نابغا في العلوم العالمية والفلسفية، لأنها ضرورات تعين كثيرا على دراسة الأسفار الإلهية وفهمها، الهدف اللي كرس كل حياته من أجله، فتدرب على أن يكون معلما للأدب اليوناني، فجلس عند أقدام أمونيوس سكاس أحد أشهر معلمي الفلسفة اليونانية في الإسكندرية في ذلك الوقت. المهم في الأمر أنه قبل أوريجانوس لم يكن هناك في كنيسة الإسكندرية تعليم لاهوتي أكاديمي أو منهجي، بل كانت المدرسة هي مجرد مدرسة فكرية، ولكن بعد أن قام ديمتريوس أسقف الإسكندرية بتعيين العلامة أوريجانوس مسؤولا عن تعليم الإيمان، صار هذا التعليم ذات صفة كنسية رسمية، إلا أن بسط الأنبا ديمتريوس لسلطانه الأسقفي على خدمة التعليم الكنسي صار سببا للتوتر الذي نشأ بينه وبين العلامة أوريجانوس. ألف أوريجانوس كما ضخما من الكتابات، كان من أبرزها تحقيق نصوص العهد القديم بمقارنة المخطوطات. العمل ده هو اسمه هكسابلا، كتب فيه نص العهد القديم على 6 أنهر متوازية، وله شروحات كتابية على المزامير والمراخي وسفر التكوين وإنجيل يوحنا، وكتابه الشهير اللي هو المبادئ. لقد وجد أوريجانوس أن مجاله الخصيب هو اطلاعه بمهمة تعليم الإيمان في مدرسة الإسكندرية، وإن تنقل أوريجانوس بين روما والإسكندرية وأثينا وأورشليم وبلاد العرب وأنطاكيا، وبقاؤه في كل من هذه الأقطار فترة من الوقت، هو أمر في غاية الأهمية، لأن شهرة الرجل وتقواه وعلمه كانت ذا تأثير لا شك فيه على كل كنيسة من هذه الكنائس في هذه الفترة المبكرة من تاريخ المسيحية. في بردية بتعود للقرن السادس الميلادي اكتشفت في جبل ترى قرب حلوان، بتتكلم عن انه حصل اجتماع بين العلامة أوريجانوس ومجموعة أساقفة من بلاد العرب في منتصف القرن الثالث الميلادي، طلبوا منه ان هو يوضح لهم بعض الأمور الغامضة
بخصوص العلاقة بين الآب والابن، وأيضا أن النفس البشرية في الوقت الحاضر تموت وتبيد مع الجسد. كان في فكر بيقول كده يعني في هذا الوقت، أن النفس البشرية تموت وتبيد مع الجسد ولكنهما يتحدان معا في وقت القيامة. فقعد معاهم العلامة أوريجانوس في مجمع كبير ووضح لهم هذه الأمور حتى تغيرت آراء الذين سبق أن سقطوا في هذا الفكر، وعاد أوريجانوس إلى مدرسة الموعوظين في الإسكندرية. لما أوريجانوس وجد أنه ليس لديه وقت حتى يظل في التعليم صباحا ومساء، قرر تطوير نظام مدرسة الموعوظين وقسمها إلى قسمين. القسم الأول جعله لتعليم الإيمان للمبتدئين، والقسم الآخر لتعليم المتقدمين أي الذين بلغوا درجة فكرية أعلى. ومن ثم اختار هيراكلاس أحد تلاميذه، وده كان عالما بالإلهيات ومقتدرا جدا في العلم في نواحي أخرى ومقتدر في الفلسفة أيضا، أشركوا معه في مهمة التعليم وأوكل إليه تعليم المبتدئين واحتفظ لنفسه بمهمة تعليم المتقدمين. ولكن الآن ديمتريوس أسقف الإسكندرية لم يرتح إلى هذا النظام، ورأى أنه نقص عن الهدف الأساسي لمدرسة الإسكندرية كونها مدرسة لتعليم الإيمان للذين يرغبون في الانضمام إلى الإيمان المسيحي. فحدث توتر بين الاثنين أدى إلى مغادرة أوريجانوس للإسكندرية، وذهب إلى فلسطين وأقام في قيصرية، وهناك طلب منه أساقفة الكنيسة أن يعظ ويفسر الكتاب علنا برغم أنه ما كانش مرسوم قس. ولما انتقد أسقف الإسكندرية الأمر ده، رد عليه أساقفة فلسطين الإسكندر أسقف أورشليم وفي أوكستوس أسقف قيصرية، عددوا له أمثلة من أماكن أخرى سمح فيها للعلمانيين أن يعظوا في حضور الأساقفة. فكتب ديمتريوس رسالة يسترضي بها أوريجانوس يحث على العودة إلى الإسكندرية. فعاد أوريجانوس واستأنف خدماته كالمعتاد، ولكن الود لم يدم طويلا بين أسقف الإسكندرية وأوريجانوس. ففي سنة 230 ميلادية قرر أوريجانوس ترك الإسكندرية المرة الأخيرة ليعود إلى الكنيسة في قيصرية، وهناك رسموا أساقفة تلك المملكة قسا، كما أنشأ مدرسته الخاصة هناك. ولما استقر أوريجانوس في فلسطين نقل معه نظام الدراسات المتقدمة اللي كان أسسه ورأسه في مدرسة الموعوظين بالإسكندرية، بالإضافة إلى مكتبته الخاصة الضخمة اللي أخذها معه إلى هناك. وفي قيصرية استأنف تدريسه
جاذبا تلاميذ على مستوى جديد، ومشيدا مكتبة عظيمة تحوي أبحاثا لاهوتية. هذه المكتبة اللي استخدمها يوسابيوس القيصري واستفاد منها بعد مرور 75 سنة حين كتب كتابه في تاريخ الكنيسة. أما في الإسكندرية فقد ظل قسم التعليم الأولي للإيمان قائما كما كان من قبل فحسب، تحت قيادة هيراكلاس التلميذ السابق لأوريجانوس، ومع رحيل أوريجانوس من الإسكندرية يبدو أنه لم تجري أي محاولات لتأسيس معهد للتعليم اللاهوتي المتقدم في مدرسة الإسكندرية. لما رسم أوريجانوس قصا في قيصرية، اعتبر الأنبا ديمتريوس أن هذه الرسامة هي اقتحام لسلطته كأسقف، فكتب إلى أساقفة الإبراشيات محتجا على عدم شرعية رسامة أوريجانوس، وبرغم أنه كان من قبل معجبا بتصرف أوريجانوس حين أخصى نفسه، ولكنه لما رأى أن أوريجانوس ناجح ويزداد شهرة بين كل الناس كتب إلى الأساقفة في كل العالم واصفا تصرف أوريجانوس لما أخصى نفسه بأنه في منتهى الطياشة، ووقع الحرب عليه، وهو نفس ما فعلته بعض المراكز الكنسية الأخرى باستثناء إبرشيات فلسطين وأرابيا أي بلاد العرب وفينيقيا وأخائية في سنة 248 ميلادية. قبض على أوريجانوس وعذب، ولقد أرسل البابا ديونيسيوس الكبير إليه برسالة يشدده فيها ويشجعه. في سنة 253 أفرج عنه من سجنه، ولكن لم يعش هذا المجاهد كما وصف البابا أثناسيوس الرسولي بعد ذلك سوى بسنة واحدة، حيث تنيح في مدينة صور سنة 254 ميلادية وله من العمر 69 سنة. وهكذا ومع أواخر القرن الثاني وعلى مدى القرن الثالث للميلاد بلغت مدرسة الإسكندرية اللاهوتية المسيحية أوج شهرتها، ولكن بدأ نورها يخبو مع غروب القرن الرابع الميلادي، حيث لم نعد نعرف عنها شيئا في زمن البابا كيرلس الأول عمود الدين، حيث انتقلت المدرسة من مدينة الإسكندرية إلى بلدة في إقليم بنفيليا لسبب مجهول لدينا. لما انتهى عصر الاضطهاد بإصدار منشور التسامح الديني دخلنا في القرن الرابع الميلادي، وحتى ذلك الوقت العالم المسيحي لم يكن يعرف سوى كنيسة مسيحية واحدة، ولم تظهر كنيسة شرقية وأخرى غربية إلا نتيجة انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية. فأسباب تقسيم الكنيسة كانت في الأصل سياسية وليست دينية. وفي القرن الرابع
دخلت الكنيسة عصر المجامع، ومن المعروف أن هناك 7 مجامع مسكونية. هي مجمع نيقيا المسكوني الأول عقد سنة 325، مجمع القسطنطينية المسكون الثاني عقد سنة 381، مجمع أفسس المسكون الثالث عقد سنة 431 ميلادية. كنائس الشرقية القديمة اللي من بينها الكنيسة القبطية لا تعترف سوى بهذه المجامع المسكونية الثلاثة الأولى فقط. أما الكنائس الأرثوذكسية الأخرى في كل الشرق والغرب أيضا فهي تعترف ب4 مجامع مسكونية أخرى، وهي مجمع خلق دنيا سنة 451، مجمع القسطنطينية الثاني سنة 553 ميلادية، مجمع ترولو أو القبة سنة 692 ميلادية، والمجمع السابع هو مجمع نيقيا الثاني سنة 787 ميلادية. أما المجامع المكانية أو الإقليمية بتعترف بها الكنائس الشرقية القديمة اللي منهم الكنيسة القبطية ب7 مجامع مكانية: مجمع أنقرة، قيصرية الجديدة، غنغرة، أنطاكيا، اللاذقية، سرديقة، وقرطاجنة الثاني. المجامع دي من سنة 314 ميلادية لحد سنة 419 ميلادية، يعني من أوائل القرن الرابع حتى أوائل القرن الخامس. بتعترف الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية بمجامع مكانية أخرى غير اللي ذكرناها دلوقتي، ولم تكن المجامع المسكونية تضم بالضرورة أساقفة وبطاركة المسكونة كلها. فالغرب المسيحي مثلا بيعرف 14 مجمع يدعوها مسكونية برغم عدم اعتراف الشرق المسيحي بها، كما أن مجمع القسطنطينية المسكون الثاني اللي عقد سنة 381 ميلادية لم يحضره أحد من أساقفة الغرب أو كهنتها، وبرغم ذلك اعتبرته كنيسة روما مجمع مسكوني. أما الكنيسة الآشورية أي النسطورية، وهي الكنيسة السريانية الشرقية، فلا تعترف بمجمع أفسس، يعني بتعترف بمجمعين فقط: نيقيا والقسطنطينية. في المرة القادمة هنتكلم عن المجامع المسكونية الثلاثة الأولى عشان نتعرف على المصطلحات الإيمانية أو العقيدية اللي استقرت في الكنيسة في هذه المجامع وانتشرت في كل العالم المسيحي. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.